يعني ايه كلمه بوست مارتم هنا؟ خدنا احنا في السكيما في اول حصه خالص ان البوست مارتم هيمورج ده بليدنج من الكريتال تراك امتى؟ بعد الديسند بتاع الفيتس لغايه اند اوف فيرميليا. يعني الست هتفضل تنزل طول عمرها ما لازم لغايه حد معين لغايه الاند اوف فيرميليا. يبقى ده بليدنج بعد الفيتس ديسند بعد نزول البيبي لغايه الاند اوف تمام اللي هو قد ايه؟ بيربيليم ده 6 اسابيع تمام او 40 يوم هو 6 اسابيع ده هو فتره النفاس يعني تمام فتره النفاس اللي هي الست اسابيع اللي بعد الولاده. وهل منطقي ان ده ديفينيشن اصلا؟ طب ما طبيعي اصلا الست بينزل عليها بليدنج في الفتره دي. يبقى ده مش ديفينيشن لبوست بارتم هيمورج. عشان اقول ان ده بوست بارتم هيمورج لازم يبقى في شروط عشان الديفينيشن يكمل. ايه الشروط دي؟ واحد ان العينه تنزل اكتر من 500 سي سي او 1000 تحت سيزيرين سيكشن، يعني لو وضع طبيعي تولد اكتر من 500 سي سي او 1000 ديورنج سيزيرين سيكشن. البليدنج ده يأفكت الجنرال كونديشن بتاعت العينه. تبتدي العينه تخش في سكر. يأفكت الجنرال كونديشن بتاعت العينه. ثلاثة الهيماتوكريت يحصل له دروب اكتر من 10% من نسبته اللي كانت قبل الولاده. الهيماتوكريت يحصل له دروب اكتر من 10% من نسبته اللي قبل الولاده. يبقى عشان اقول ان العينه دي في بوست بارتم هيموريدج لازم الشروط دي تبقى موجوده. العينه تفقد اكتر من 500 سي سي وهي ولاده طبيعي يأفكت الجنرال كونديشن بتاعتها والهيماتوكريت يحصل له دروب. هو المفروض الطبيعي ان العينه بتفقد قد ايه ديورنج الفاجينال ديليفري؟ مثلا من 300 ل 400 سي سي متقسمين من مكان البلاسينتا سايت من مكان البلاسينتا من 150 ل 200 تمام؟ من 150 ل 200 ومن مكان الابيزيوتوم 150 ل 200 سي سي. يبقى الطبيعي النورمال ان العينه اصلا وقت الدليفري وقت ما هي بتولد تمام؟ تفقد حوالي من 300 ل 400 سي سي وقت الدليفري. وقت الولاده بتفقدهم ازاي؟ من مكان البلاسينتا من مكان البلاسينتا ومن مكان الابيزيوتومي. ايه الابيزيوتومي ده؟ بنوسع البرانيوم شويه هناخده بالتفصيل في الليفر ان شاء الله تمام؟ يبقى من مكان البلاسينتا سايت ومن مكان الابيزيوتومي تمام؟ ده ديورنج الفاجينال دريفن. ديورنج السيزن سيكشن تقريبا عندك 800 سي سي 800 سي سي ديورنج السيزن سيكشن حوالي 800 سي سي. لو فقدت العينه اكتر من 500 وفقدت العينه اكتر من 1000 في السيزيريان سيكشن تمام؟ لدرجة افكت الجنرال كونديشن بتاعت العيانة والهيماتوكريت حصل له دروب أكتر من 10% أقدر أقول على العيانة ساعتها بوست بارتم. تمام؟ يبقى ما ينفعش أقول بوست بارتم هيموريج من غير ما أكمل الشروط. ما ينفعش أقول بوست بارتم هيموريج من غير ما الشروط تكمل. تمام؟ ما هو لو أنا قلت بريدنج من جنرال تراكت بعد ما البيبي بينزل لغاية الإند أوف بربريم أنا كده ما قلتش بوست بارتم، أنا كده قلت الديفينيشن أوف نورمال بليدنج ديورنج البربريم. وده طبيعي ان الفيميل اللي ينزل عليها بليدنج هناخده ان شاء الله لما نيجي ناخد الشابتر بتاع البربريا ده في الاخر خالص. هقول لك ان طبيعي بينزل على الفيميل شويه سبوتنج او بليدنج كده عامل زي الاستويشن اسمه لوشيا بينزل وقت البربريا ده طبيعي ده طبيعي. طيب ما دي الشروط دي لازم تبقى موجوده عشان العينه دي اقدر اقول عليها بوست بارتم هيموريدج تفقد اكتر من 500 سي سي و1000 سي سي ديورنج الريسبشن. طيب الانسس بتاع البوست بارتم هيموريدج الريس بتاع البوست بارتم هيموريدج كان زمان كتير جدا جدا كان بيوصل ل 15% زمان الانستنس بتاعه كان بيوصل ل 15% قل دلوقتي الحمد لله خلاص وصل من 3 ل 4% نتيجه اكتشاف الاكبوليكس. وعلى فكره ده من اهم الاسباب بتاعت خلاص الماتيرنال مورتاليتي ريت في الدول التعبانه زي مصر تمام؟
في الدول التعبانه. من اهم الاسباب بتاعه المدينه المتلت ريت، وده شطر كده او ده موضوع هناخده كده برضو في الاخر مع البربريا، اسمه مدينه المتلت ريت. تمام، ده المدينه المتلت ريت اهم سبب للمدينه المتلت ريت، خلاص هو البوست بورتم هيموريج في الدول التعبانه بتاعه مصر. تمام، يبقى الحمد لله ان الانسس بتاعته قلت شويه كمان، خلاص وصلت 3-4% نتيجه اكتشاف الانفلونزا. يبقى ده من الفيرست كومن كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي ريت خلاص في مصر والدول اللي هي المتخلفه. تمام، يبقى ده الديفينيشن وده الانسيدنس وده الانسيدنس بتاع البوست مورتاليتي. طيب عايز اعرف اسبابه وعايز اعرف التايبس، عايز اعرف واحده جات لي بنزيف هتعامل معاها ازاي؟ كل دي حاجات خلاص انا هقابلها. واحده ولدت خلاص حصل لها نزيف، ايه السبب؟ وازاي اتعامل معاها؟ وازاي اعمل مانجمنت؟ طيب الاول هو البليدنج ده امتى؟ بعد ما البيبي نزل على طول؟ او في يومين؟ ولا اليوم اللي بعديه؟ اه هو برايمري ولا سكندري؟ برايمري ولا سكندري؟ يبقى مهم اسال نفسي، اسال نفسي الاول التايبس نوعه هو برايمري ولا سكندري؟ ما احنا قلنا البرايمري ده ايه؟ الثيرد ستيج زائد الفيرست دي اوف بربريان. يبقى الثيرد ستيج، ثيرد ستيج خلاص اللي هي نزول البلاسينتا، يعني واحده البلاسينتا بتاعتها بتنزل حصل سيفير بليدنج. ده بص بقى، خلاص حصل سيفير بليدنج، يبقى الثيرد ستيج بتاعت الليبر تمام زائد الفيرست دي اوف بربريان. طبعا زائد الشروط. سكندري بوست بارتم من تاني يوم لغايه الاند اوف بربريان. يا مهم جدا اعرف لو واحد بتسبيك في التليفون، الو ايوه يا دكتور، واحده والده ونزل عليها بليدنج. هي والده امتى يا ستي؟ ده لسه كانت من ساعتين بتولد ونازل عليها بليدنج دلوقتي. يبقى انا بتكلم في انهي كاتيجوري؟ برايمري، برايمري بوست بارتم هيموريج. تمام؟ طب انا ليه بعرف كده؟ لان ده ليه اسباب وده ليه اسباب. ده ليه اسباب وده ليه اسباب. لا برايمري بوست بارتم وسكندري بوست بارتم، وبرايمري بوست بارتم هيموريج ده كومون وبيجي كتير وبيجي كتير نظري. لكن السكندري قليل بصراحه. يعني السكندري ان واحده تبقى والده من اسبوع وجايب نزيف، دي بتبقى حاجه قليله شويه. تمام، يبقى البرايمري هو ده الموست كومن كوز او ده الموست كومن تايب بتاع البوست بارتم هيموريج اللي بنلاقيه كتير جدا. في تقسيمه ثانيه اكوردنج للاماونت بتاعت البليدنج. لماينور ومودريت وسيفير بوست بارتم. عندك لو العينه فقدت من 500 ل 1000 سي سي ده ماينور بوست بارتم هيموريج. من 1000 ل 2000 ده مودريت، اكتر من 2000 سيفير. ده سيفير، ده بتكلم طبعا على السيفير على الفاجينال بريك. تقسيمة البوست بارتم هيموريج اكوردنج للاماونت اوف بليد. في ماينور ايه؟ انا قلت لك في تقسيمه اكوردنج للتايب تايب بتاعته برايمري بوست وسكندري، وتقسيمه ثانيه اكوردنج للاماونت اوف بليد. لو كمية البليدنج من 500 ل 1000 سي سي ده ماينور ديجري بوست بارتم هيموريج. خلاص من 1000 ل 2000 ده مودريت، سيفير اكتر من 2000 سي سي. خلاص يعني واحدة الدم اللي عندها كله 5-6 لتر فقدت اكتر من 2 لتر، يبقى انا بتكلم في سيفير بوست بارتم هيموريج. تمام؟ هتفرق معايا كتير طبعا. تمام؟ يبقى دي اكوردنج للتايب برايمري وسكندري، خلاص اكوردنج للكوزز للاسباب هنعرف دلوقتي، ودي اكوردنج للاماونت اوف بليدنج، اكوردنج للاماونت اوف بليدنج. يبقى انا اخدت ايه لغايه دلوقتي؟ اخدت الديفينيشن واخدت انسبيرس. ديفينيشن ده بتاع البوست بارتم هيموريج ده بليدنج من الجندر تراك امتى؟ افتر السن بعد خلاص البيبي نزل لغايه الاند اوف بربريان. طب وانا كده قلت ديفينيشن؟ لا لازم شروط. ايه الشروط؟ عيانه تفقد اكتر من 500 سي سي لو بتولد طبيعي او 1000 سي سي لو بتولد طبيعي. ادي واحد افكت الجنرال كونديشن، والهيماتوكريت يحصل له دروب اكتر من 10% من نسبته اللي كانت داخله بيها قبل العمليه. تمام؟ طيب جميل، قلنا الانسان سال الحمد لله من 15 وصل ل 3-4% نتيجه اكتشاف الهيلينج بولكس دي، الحاجات اللي بتزود انقباضات الرحم عشان ما يحصلش نزيف. تمام؟ طب دخلنا بعد كده اكوردنج لي الكوزز او التايب برايمري سكندري ثيرد ستيج الفيرست دي اوف بربريان، ده برايمري بوست مارتم، سكندري بوست مارتم من ثاني يوم لغايه الاند اوف بربريان، امال اكوردنج للاماونت اوف بليدنج ماينور مودريت سيفي. تمام؟ نبتدي نتكلم على البرايمري بوست مارتم، ده سؤال نظري قايم بذاته كده بيجي لوحده.
نيجي لواحد سؤال مطر كده برايمري بوست بارتم هيموريدج. طيب نكتب كده واحده واحده. واحد ديفينيشن يعني ايه برايمري بوست بارتم هيموريدج؟ ده بليدنج بجمنتال تراك ثيرد ستيج فليفر زي الفيرست دي اوف بربريا، بشرط ان العينه تفقد اكتر من 500 سي سي ديورنج لو هي وجبه طبيعي او 1000 سي سي لو وجبه قيصري افكت الجنرال كونديشن والهيماتوبيت يحصل له دروب اكتر من 10%. يبقى كديفينيشن هتكلم ان هو ثيرد ستيج زي الفيرست دي اوف بربريا. اسبابه ايه الاسباب بتاعته؟ والله رقم واحد هاتولين 90% من الحالات بتاعة البرايمري بوست بارتم هيموريدج هاتولين. اوعى ننسى المعلومة دي تمام؟ 90% من اسباب البرايمري بوست بارتم هيموريدج هاتولين يوتراين هاتولين. تلاقي اليوترس العينة ولدت واليوترس مريح بقى عامل زي العجينة وقاعدة تهزر ده تحدد ده تمام؟ برايمري تمام؟ أهم سبب البرايمري هو الهاتولين 90%. يجي بعده رقم اثنين تمام الدي اي سي. يجي بعده تروماتيك تمام. يجي بعده ريتنتيف اسيتا. يجي بعده انفيرجن اوف ذا يوترس. ودي المواضيع اللي انا هاخدها في البوست بارتم تمام. يبقى اتوني 90% ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش اسمع سيره برايمري بوست بارتم هيموريدج خلاص من غير ما اقول اتوني. ما ينفعش اسمع سيره اكسيدنتال هيموريدج من غير ما اقول بريك لابس. في حاجات كده مسلمات تمام. يبقى بوست بارتم برايمري اتوني دي اي سي تمام تروماتيك ريتيند بلاسينتا انفيرجن اوف سيتوس. هو انا لو جالي سؤال نظري برايمري بوست بارتم ما ينفعش اقول لك 90% اسباب اتوني وما اكتبش الكوزز بتاعت الاتوني معايا. لازم اكتبها معايا. اروح كاتب كده خلاص كوزس الاتوني. ايه اسباب الاتوني؟ اوفر اكستنشن بي بي اي اي اف اف تمام. اوفر اكستنشن بي بي اي اي اف اف اي اي بي برولونج ليفر واكتب عكسها البريسيبيتي وبرولونج الانستيزيا. يبقى برولونج ليبر وبريسبتيتد ليبر تمام. برولونج الانستيزيا هنكتب اسامي وبعد كده نشرح كل واحد واحد. يبقى اوفر ديستنشن برولونج ليبر برولونج بريسبتيتد ليبر برولونج الانستيزيا انيميا كانتي بارتم هيموريدج فايبرويد فول بلادر اند ريكتا ايديو باسك زائد مشاكل في اليوترس كونجنتال انومالي زي السبتا ولو في فايبرويد او العينه جراند مالتي دي الاسباب بتاعت الاتوم. تاني اوفر ديستنشن B B E E F F I R. برونج الليبر عكسها برسيسيت البرونج الاساسي. انيميا اعتبار طبيعي. فايبرويد فور برادر اند ريكتر. ميديو باسك اكسسيف اندكشن اوف ليبر زائد حاجات في اليوترس كونجنتا اللي هو الريسيبتوم وفايبرويد وعينه جراند مالتي بار. جراند مالتي بار. طيب واحده واحده بقى. اوفر ديستنشن زي ايه؟ توين وبوي يوترس كبير كبير تمام. مش عرضه ان يحصل له الاستيس بتاعته. عارفين نظريه الاستيك لما بتشد الاستيك جامد بيفقد الاستيس بتاعته بيبوظ. نفس القصه لما اليوترس بيكبر ستارلينج ولما اليوترس بيكبر قوي خلاص بيحصل له اتومي بيرخمش تمام. هو ده اللي بيحصل في الايه في التوين والبولي هيدرومس. عشان كده في حالات التوين انا ببقى عامل حسابي جامد جدا وانا داخل اولد العيله دي انها ممكن تخش لي بوست برضه. عشان كده بعمل احتياطات مهمه جدا فبحضر معايا كل الايكوليكس اللي تتخيلها وما تتخيلهاش قاعده جنبي عشان ايه؟ لو دخلت في نزيف.
يبقى الاوفر ديستنشن تمام العيانه دي ريسك فاكتور انها تخش منك في بوست بارتم هيمورج اوفر ديستنشن زي التوني وبول هيدرافت. طيب برولونج ديليفر تمام وبريسيبيتيتد ليفر هو المفروض الافرج بتاع الولاده من اولها لاخرها 24 ساعه حلو. برولونج ليفر لو خدت اكتر من 24 ساعه بريسيبيتيتد لو خدت اقل من 3 ساعات يعني سيرفايكال دايليتيشن اللي فيه تلد السن ببلاسينتا الدسين تاخد اقل من 3 ساعات اسمها بريسيبيتيتد ليفر ده هناخدها ان شاء الله في الفتوش. يعني ايه كلمه بريسيبيتيتد ليفر؟ كل الولاده كده فيرست وسكند وسيرت اقل من 3 ساعات. تعمل اتري ليه؟ انت متخيل اللي المفروض يتعمل في 24 اتعمل في 3 خلاص اليوترس 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 المجهود اللي المفروض يعمله في 24 ساعه عمله في 3 ساعات فتلاقي اليوترس البيبي نزل ودخل فاتو تمام دخل فاتو. والبرولونجد ليبر واحده قاعده تطلق بقى لها اكتر من 24 ساعه ولا بتاكل ولا بتشرب ودخلت في دهيدريشنز وما فيش تلوث ما فيش اكل ما فيش ما فيش ما فيش هيحصل لها ايه؟ تولد من هنا وتخش العيادة. يبقى البرولونجد ليبر والبرزبتيتد ليبر لا الولاده الطويله حلوه ولا الولاده الصغيره دي حلوه تمام. هو البرزبتيتد ليبر دي ممكن يكون سببها ايه؟ هي بتبقى حاجات مع بعضها كده واحدة المصل بتاعتها قوية اللوتس بتاعها قوي مع بيبي صرصار صغير كده بس صغير مع مصل قوية مع واحدة اللوتس بتاعها كبير طلقتين اتنين تلاقي البيبي راح متظبط وبس تمام. وحصلت معايا كذا مرة والله واحدة اروح افحصها الاقيها 5 سم تمام يا دوبك مش عارف اروح اعمل ايه كده راجع الاقيها بتصوت العيانة فولي في نص ساعة في 5 دقايق والله 5 دقايق تلاقيها بقت فولي بس ابتدت تنام تمام. واحدة والدة مرتين ثلاثة مع اليوترس قوي مع بيبي صغير تمام كل الكومبانيشن دي مع بعضها تلاقي عيانة ايه؟ في 5 دقايق راحت والدة غالبا بتولد على السن غالبا يعني بتولد على السن ما بتلحقهاش اصلا. ايه بريسبتيتد ليبر؟ ودي هناخدها كموضوع بعد كده. يبقى دي تعمل اتوني ودي تعمل اتوني برونجيت اناسيزيا. واحدة انت عارفها كده انا عارفها عايز توجب معاها في الولادة تمام قاعدة بتعيني تتصوصو من كتر الوجع تمام قاعده البيتش وجع جامد جدا فانت بتديها اناسيزي. هو الاناسيزي هيعمل ايه؟ هيقلل البيت شويه بس مش هيوقف كونتراكشن. فانا ساعات بندي نانوفين او بيسن نانوفين او بيسن النانوفين او بيسن ده بنديه تمام بيهدي البنس ريشو شويه بتاع العيان. طبعا اوعى تدي النانوفين او البيسن قبل الولاده بساعتين قبل ولاده الراس بساعتين قبل ولاده البيبي بساعتين ده بيعمل نيونيتال اسبانتو ديبريشن يعني ده معلومه برضه ايه عشان تبقى عارفها. طب لو قعدت تدي اناسيزيا اليوترس نفسه بيحصل له سيديشن من كتر الاناسيزيا خلاص بيحصل اليوترس سيديشن تمام. طب لما يحصل سيديشن اليوترس بتاع اليوترس العيانه ولدت من هنا وريح تمام ريح يبقى البرولونج الاناسيزيا بتعمل سيديشن لليوترس تعمل سيديشن لليوترس. الانيميا العيانه اصلا ما فيش دم واصل لاي حاجه نقص الاوكسجين كده انت بس اللي رايح في كل حته تمام. فطبيعي ان اليوترس البلد اللي وصله قليل تمام مش هيقدر يكونتراكت فالانيميا ممكن تعمل لي اتوليك بوست بارتم. الانتي بارتم هيمورج اتفقنا ان كل نوع من انواع البليدنج بريديسبوزنج للي بعده تمام. ما هو الانتي بارتم دي غالبا هتبقى انيميك هتخش بوست بارتم هتبقى انيميك فهتخش الاتوليك بوست بارتم. الفايبرويد لما يكون عندي سابيوكاس فايبرويد اليوترس يجي يكونتراكت بعد الولاده السيبتوم ينترفير مع الاترين كونتراكشن ينترفير مع الاترين كونتراكشن فتخلي تدخل عينه في اتوليك. الفول بلادر اند ريكتر كان عندهم اعتقاد زمان لما البلادر والريكتر يبقوا مليانين بيعملوا ريفلكس ويتراين اتوليك والعكس صحيح لما افضي البلادر والريكتر تمام ده يعمل لي ريفلكس ويتراين كونتراكشن. بس الكلام ده كلام غلط. الفكره نفسها لما البلادر بتبقى مليانه بتمنع الراس انها تنزل بس ما هي البلادر دي قدام الايه؟ الفاجينا تمام. فلما البلادر تبقى مليانه بتضغطي على الفاجينا شويه فبتمنع الراس ان هي تنزل لكن الريفلكس دي لا الكلام ده مبقاش موجود يبقى بس موجود لسه بتكتشف خلاص. يبقى فول بلادر اند ريكتم مش بتعمل ريفلكس تراين اتوني ولا حاجه هو ده الكلام اللي موجود في الكتب لكن هو ما بيعملش ريفلكس تراين اتوني هو بيحوش الراس بس ان هي تنزل. ايجو باسك واكسسيف اندكشن هي عامله زي البريسبتيتد ليفر لما افضل ادي اكبوليكس 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 عشان ازود اوجمنتيشن لليفر ده بيعمل اكسوجن لليوترس وبيدخلها برضه في تمام. يبقى برولونجد ليفر برولونجد اناسيزيا برسبتيتد اوفر ستيشن انيميا انتي بارتم فايبرويد فول بلادر اند ريكتم ويتو باسيك واكسسيف اندكشن. طبعا وجود السيبتوم هينترفير زي سام يوكاس فايبرويد الفايبرويد نفس القصه. الجراند مالتي بارا دي واحده واضحه اكتر من 5 6 مرات الماسلز بتاعتها اصلا ضعيفه مش قادره تكونتراكت تمام. واحدة ودة أكتر من 5 6 مرات العيانة دي تمام اليوترس بتاعها ضعيف جدا مش قادر يكونتراكت حتى بعد الولادة. يعني المفروض الوالدة 5 مرات دي تولد في بيتهم أصلا
يعني الواد ده خمس مرات دي سبت تقول الفيزيك الموجيه تقول ازاي هي مش قادره هي مش قادره فعلا المصل بتاعتها ضعيفه لدرجه ان هي فعلا مش قادره فالعيال دي مور بايب انها تخش منك في اتونيك ولسه حصدمكم كمان ممكن تخش في رابشر يوترس بس لما نيجي نشرح رابشر يوترس ممكن تخش مني في رابشر يوترس تمام يبقى لو جالي سؤال اتول برايمري بوست بارتم هيموريدج لازم اكتب الكوزز بتاعت الايه الاتونيك يبقى واحد ديفينيشن برايمري بوست بارتم ده بليدنج جنتا تريك في الثيرد ستيج اوف ليبر زائد الفيرست ستيج اوف بربريان بشروط واحد العينه تفقد اكتر من 500 سي سي افكت الجنرال كونديشن بتاعتها هيماتوكريت يحصل له دروب اكتر من 10% والله الكوزز اتوني بنسبه 90% عشان كده لازم اقول اسباب اوفر ديستنشن بلونج ليبر بلونج انستيزيا بروسيتيد ليبر اريمي انتي بارتم فايبرويد فول بلادر انتريكتر ايديوباثيك اكسسيف اندكشن زائد مشاكل في اليوترس DIC traumatic retained placenta inversion of the uterus. طيب عايز اعرف الكلينيكال بيكتشر. الشطاره ان انت تتكلمني عن كل واحد من دول كلمتين اصل انت لو جالك في الامتحان برايمري بوست بارتم انت عارف ايه جالك برايمري بوست بارتم يعني انت هتكتب الشطر كله. ما هو دي اسئله ما هو ده موضوع ما دي مواضيع. لا انا عايزك تكتب هنت كده عن كل عن كل موضوع منهم بحيث انت تاخد الدرجه كامله وما تنقصش حاجه وفي نفس الوقت ما تكتبش كتير. طيب انا دلوقتي عايز اتكلم عن كل واحد هو كل كلامي هيبقى في بالتفصيل عن الاتوني تمام لكن كل واحد من دول هتكلم عنه كلمتين عشان لو جالي في الامتحان يبقى اتكلمت عنه لان مش البرايمري بوست بارتم اتوني بس هو اتوني وحاجات ثانيه الانسس بتاعها قليل بس الحاجات دي موجوده طيب انا كده عرفت الكوزس عايز اخش على الكلينيكال بيكتشر والدايجنوزس ازاي اعمل دايجنوزس للبوست بارتم History, examination, investigation. History لأي سبب من الأسباب. نحن لسه واخدينها دلوقتي. History of prolonged labor, history of precipitated labor, history of prolonged anesthesia, history of anemia, history of antibiotics. أي حاجة من دي هناخد الهيستوري بتاعها. History. يبقى رقم واحد الهيستوري تطلع لك الكوز السبب. تمام؟ طيب examination generally كلهم تمام؟ يدخل العيانة في انيميا او شوك according to كمية المواد بتاعت الانيميا طيب abdomen لو اتكيت على اليوترس abdominal تمام؟ لقيت اليوترس legs زائد gush of vaginal بليدي لما بتك على اليوترس كده موست بروبابلي اتوني يبقى انا لو بتك على بطن العيان بتك على بطن عيان لقيت اليوترس تحت ايدي مهلبيه مفيش اصلا حاجه خالص مفيش حاجه تحت ايدي اصلا ولما بتك على بطن عيان كده الاقي جوش وفاجينا بليدنج نزل اتوني انت عايز ايه ما هو اتوني تمام اليوترس مش قادر يكونتراكت وفاجينا بليدنج والهبل طب لو لقيت اليوترس كونتراكت زائد فريش بليدنج فكر في تروما يكون في تير تحت تمام في فاجينال تير في سيرفايكال تير هو اللي جاي بليدنج ده يبقى الدومينال اتكيت على اليوترس لقيته لاكس وفي جاش اوف فاجينال بليدنج ده غالبا اتكيت على اليوترس لقيته كونتراكت خلاص في فريش بليدنج غالبا تروماتيك تمام طيب ايه كمان؟ اعمل اكزامن للبلاسينتا اند ميمبرين افتر ديليفري تمام؟ تو اكسكلود بريتين دو اعمل اكسكلود او اعمل خلاص فانتو برينال اكزامينيشن تمام؟ اعمل اكزامينيشن للجينتا تراك عشان اكسبلود التروما يبقى اكزامن الجينيتا تراكت اندر اناسيديا فور اكسبلوجن التروما عشان كده بتكلم عن كل سبب اهو بدي عنه كلمه يعني دلوقتي عرفت من الاسباب ان غالبا ده اتوني لقيته اتوني خلاص خير وبركه بالهيستوري عرفت تمام يعني عينك جالي دلوقتي شوك
فرقت شويه يا ستي انت كان ايه المشكله؟ والله يا دكتور ده انا بقالي ثلاث ايام دوت. يبقى غالبا ده برولونج ليبر فدخلت في اتومي تمام؟ يبقى ده اسباب غالبا برولونج ليبر لما هتعمل لها تستشفى عنها كده كويس. والله يا دكتور انا كنت بولد في البيت والدايه مش عارف راحت قصت لي ازاي تمام؟ فاول ما قصت لي في سيفير بليدنج حصل، ممكن الدايه دي عورت اي حاجه وهي بتقص ولا بتعمل اي حاجه، يبقى ده غالبا تروماتيك. تمام؟ جنرال انيميا وشوك ابدومينالي قلنا لو يوترس لاكس وفي جاش وجنرال بليدنج ده يوترس كونتراكت مع فريش بليدنج غالبا تروماتيك. اكزامين البلاسنتا والمبريد بعد الدليفر عشان بتد البلاسنتا واكزامين الجينيتال تراكت اندر انستيزيا ساعات بعد ما عملت اليوترس تحت ايدي حجر طوبه تمام وفي بليدنج شغال وانا مش شايف مش عارف اوصل للسبب ايه نيمها اندر جينيتال انستيزيا جبناها للدور تخدير نيمها واعمل اكزامين الجينيتال تراكت كويس يكون في سيرفايكال تير بيجيب وانا مش شايفه يكون في حته من الفاجينا في تير من فوق وانا مش شايفها تمام وارد الكلام ده كله بيحصل بنمسك السيرفكس بوفامات كده اوفم واوفم خلاص وبنبص على الاناجل بتاعت السيرفكس ما فيهاش حاجه لقينا في تير في السيرفكس وكتير جدا بيحصل الكلام ده فما خلاص الزام الجينيتا تراكت عشان اكسكلود التروما تمام كل دي حاجات انفستيجيشن اوف دي اي تي هنعمل ايه بي تي وبي تي تي والفايبرينجن والبلاتليت والدي دايموند هناخدهم دلوقتي في الدي اي سي يبقى هنعمل انفستيجيشن اوف دي اي سي يبقى انا كده تقريبا في الدايجنوزس اتكلمت عن كل سبب كلمه عندي كلمه عن كل واحد ما هو انا ما ينفعش خلاص اني اتكلم عن اتومي بس انا كده اتكلمت عن كلمه عن كل واحد في الدايجنوزس تمام طيب انا عايز اعرف ايه المانجمنت بتاعي ايه المانجمنت اللي انا هعمله للعيانه دي المانجمنت بروفلاكتيك واكتف المانجمنت بروفيلاكتيك ودايما كلمه بروفلاكتيك دي انا بقولها للناس ما تحفظش حاجه اسمها بروفلاكتيك انت تعرف الكوز والبريديسبوزنج فاكتور وتعكسه يبقى تعكس البريديسبوزنج فاكتور طيب بروفلاكتيك ازاي امنع عيانه انها تخش اصلا في بوست بارتم والله انا ممكن ديورنج بريجنسي اعمل حاجات وديورنج الليبر اعمل حاجات وفي البربريال او في افتر ديليفري يبقى ده بريفنشن انا بمنع انا لسه اصلا عيانه لسه ما دخلتش البوست بارتم طيب في البريجنسي اعمل ايه؟ مش عايزين انيميا تريتمنت اوف انيميا تمام تريتمنت اوف انيميا تمام انتي نيدل كير كويس لان الانتي نيدل كير تمام ما هو من الاسباب بتاعت البرونج ليبر مال برزنتيشن او بريتش او 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 لو انت عامل انتي نيدل كير كويس السكشن سكشن وطبيعي طبيعي تمام يبقى جود انتي نيدل كير مع تريتمنت اوف انيميا طب ديورنج الليبر في الفيرست ستيج والسكند ستيج والثيرد ستيج احنا عايزين 500 سبب في الفيرست ستيج بروبريوز اوف انالجيزي بروبريوز اوف ايكوريكس تمام جود هايدريشن تمام بلاش برولونج ليبر تمام لو في اي كومبليكيشن ايرلي مانجمنت يبقى ممكن تكتب 500 حاجه في الفيرست ستيج اعمل بلادر اند ريكتال ايفاكويشن كل الحاجات دي كلها تمام يبقى بروبريوز اوف انالجيزي اوف ايكوريكس بلادر اند ريكتال ايفاكويشن شوية الأسباب اللي احنا لسه واخدينها دي اعكسها. شوية الأسباب دي اعكسها. في السكند ستيج افويد البرولونج ليبر. ما تستخدمش فورسز وفيندوز قبل فورس سيرفايكال دايلتيشن عشان ما تعورش السيرفكس. في السيرد ستيج اوف ليبر اول ما البيبي بينزل ادي ايكوليكس على طول بيبي نزل بلاسنتا نزلت ادي في ايكوليكس عشان تفويد ان يحصل بوست مارتم يعني ادي العانه ايكوليكس بعد الدليفري اكزامن الجينيتال تراكت فور اني لاسريشن ولو لقيت اي حاجه تير او اي حاجه اعمل
يبقى انا اتكلمت كلمتين كده خلاص برضو على البريفنشن وخدت ايه كله تمام. ممكن عايز تكتب حاجه كمان تمام افتر دليفري اكزامين للبلاسينتا والمبرين، اديك كتبت كلمتين على تيب البلاسينتا تمام. يبقى الفكره ان انت بتحاول توصل تمام ان انت تتكلم عن كل سبب، كل سبب تمام. يبقى بريجننسي تريتمنت اوف انيميا انت في كويس في الفيرست ستيج بروز بوليتس اور انرجيزيا تمام، بور انرجيتيك بلاد ادريس انتكويشن افويد البرونج كليما، ما تستخدمش فورس سوبيتوس او فورس فايتال داليتيشن لان ده ممكن يعمل لك سيرفايكال تير. استخدم اكبولكس بعد الولاده او بعد ما البيبي بينزل، اكزامين البلاسينتا والممبرين احسن يكون في ريتين دبار بعد الدليفري، اكزامين الجيتا تراكت احسن يكون في اي لاستريشن لازم يتخيط. يبقى انت كده عملت بريفنشن اصلا ان يحصل بوست بارتم هيموريج. طيب اوريدي واحده حصل لها بوست بارتم، اوريدي واحده حصل لها بوست بارتم، مش ممكن يكون السبب اتوني او ريتين او دي اي سي او اي حاجه من الكلام ده كله صح كده؟ يبقى لازم تاني خطوه بعد البروفلاكتيك اكتب اكتف تريتمنت. بقى هعمل ايه لو فعلا اوريدي العيانه دخلت في بوست بارتم هيموريج؟ يبقى بعد البروفلاكتيك الاكتف تريتمنت هعمل ايه؟ لو انا عندي تروما، هنتكلم عن كلمتين عن كل واحد برضو عشان يبقى خلصنا الموضوع كله. لو انا عندي تروما، والله تروما عندي تير، نعمل له سوتشر سيرفايكال تير، فاجينال تير، فاريال ريسترال تير، اعمل له اعمل له سوتشر خيط. طب لو عندك رابشر يوتراس، مش دي من الحاجات اللي ممكن تحصل تمام؟ يا تعمل ريبير لو هو مور لايبل يحصل له ريبير هنعرف ان رابشر يوتراس، يا تعمل هيستريس. خلاص انا كده اتكلمت عن التروما حلو جدا جدا جدا. انا هاخد ضربتي كام؟ ما انا اتكلمت عن التروما هو لو هي سبب. لو هي سبب صح؟ اثنين لو انا السبب بتاعي دي اي سي، علاج الدي اي سي ايه؟ بلاد ترانسفيوجن وفريش فروزن بلازما تمام وكرايو بريسبتيت وفايبر انرجي، ما هو ده علاج الدي اي سي، هناخده حالات دلوقتي. يبقى اكتب لي التريتمنت بتاع الدي اي سي. يبقى انا اتكلمت كده على الايه؟ على الدي اي سي لو هو سبب، لو هو سبب الدي اي سي وانا بالانفستيجيشن وبالدياجنوزس وقلت ان هو السبب، هدي التريتمنت بتاعه اهو فريش فروزن بلازما وفريش بلاد ترانسفيوجن. طب رقم ثلاثه تقدر تدي بلاسينتا. كلمتين اثنين مساج زائد ايكوليكس كنترول كور تراكشن مانوال سيبريشن وهناخد الاثنين بلاسينتا دلوقتي. كنترول كورد تراكشن او مانوال سيبريشن وبلاسينتا هناخدهم دلوقتي بالتفصيل في الموضوع ده تبدا بلاسينتا. يبقى انا تروما لو تير خيطه رابشر يوترس ريبير او هيستريكتو دي اي سي فريش فروزن بلازما فريش بلاد ترانسفيوجن فايبريشن او كرايو بريسبتيت ريتيند بلاسينتا مساج وايبوليكس كنترول كورد تراكشن ومانوال سيبريشن وبلاسينتا هناخد ريتيند بلاسينتا حالا دلوقتي حالا تمام هنفهم يعني ايه القصه دي. طب انا سبت رقم واحد اهم واحد في الاخر عشان اتكلم عنه بالايه؟ بالضبط كده. لو انت كتبت القصه كده انت كده اتكلمت عن موضوع برايمر بوست بارتم هيموريج كله، ما اضطرتش انت تكتب المواضيع كلها دي اي سي وريتيند هتكتبهم ازاي كده تمام؟ مش هينفع. يبقى انت اتكلمت عن كل واحد كلمتين اثنين وخلاص. طيب الاتوني هتعمل فيه ايه؟ لو عيانه انت بتولدها بيبي نزل بلاسينتا نزلت وتحط ايدك على اليوترس لقيته عجينه عجينه تمام؟ اول حاجه هتعملها ايه؟ مساج زائد ايكوليكس مساج على اليوترس يوترس مساج يوترين مساج ده بينديوس يوترين كونتراكشن تمام؟ زائد ايكوليكس البولس حد دي حته كده يعني كلينيكال شويه خلاص لو قلتها له في الشفا هيبقى فاهم ان انت شويه. عندنا اوكسيتوسين انت 40 وحده اوكسيتوسين تمام؟ وممكن تدي 10 وحدات انترافينوس. انت بتعلق ال 40 وحده دول على المحلول خلاص ممكن تدي 10 وحدات انترافينوس. ده ايكوليكس انت عايز توصل لايكوليكس عشان يوترس الكونتراكت. طيب هتدي ميزوتاك بروستاجلاندين تمام من 800 ل 1000 مايكرو جرام الاورسنتين يعني هتدي من 4 ل 5 من 4 ل 5 تقراص من 800 ل 1000 يعني من 4 ل 5 تقراص. ممكن تدي اورال ممكن تدي ريكتال ممكن تدي فاجينال عادي. الميزوتاك بينتاخد بكل الطرق اورال وفاجينال وريكتال تمام. احنا بنحط 4 و5 تقراص ريكتال
هتدي ميسارجين 500 مايكرو جرام، الامبول 250، كمان هتدي امبولين ميسارجين انترا ماسكولار، امبولين ميسارجين انترا ماسكولار. ده اللي هنديه فعلا في البوست بارتو، يعني انا نزفت مني انا لازم بديها كده. تمام؟ في دواء تاني اسمه كاربوبروست، ده 250 مايكرو جرام. تمام؟ ده امبول ممكن تديه انترا ماسكولار او انترا مايوميتري، جوه اليوترس، جوه المصر بتاعت اليوترس. تمام؟ بتدي امبول كل ربع ساعه. تمام؟ ليك اربع جرعات. ثانية يا دكتور. اه بص ده حقن. امبول انترا ماسكولار كل ماشي على الرقم كده. وممكن تدي امبول بلاوي. دي الحاجات بتاعت الاكبولكس اللي عندي. هو انا عندي اكبولكس ايه؟ ثلاث حاجات، اوكسيتوسن وبروستاجلاندين وسارجين، هما دول المين دول. اوكسيتوسن وبروستاجلاندين وسارجين، وفي شابتر هناخده في الاخر خالص اسمه اكبولكس اصلا وتيكوليتيك. ده ممكن يجي في الامتحان نظري، اكبولكس وتيكوليتيك، هناخدهم بالتفصيل. تمام؟ طب انا بدي هنت بس على الكلمتين دول على كل واحد دلوقتي، لو واحده جات لك نص كرات طب مش هتعمل ايه؟ على الاقل 40 وحده اوكسيتوسن على المحلول، ما هي كده كلام عندها محلول. وممكن تديها كمان 10 وحدات انترافينوس. طب ال 10 وحدات دول هيفرقوا معايا في ايه؟ هيشتغلوا اسرع اسرع. 10 وحدات دايركت خلاص هيشتغلوا اسرع. طيب وبعدين ممكن تدي خمس ضربات للفاتريك. هو القرص 200، القرص 200 خلاص. ممكن تدي خمس، احنا كل ده بنديه مع بعضه على فكره، يعني كل ده بنديه مع بعض. ميسارجين ده حقنه، الحقنه 250 هتدي حقنتين عضل. تمام؟ بندي حقنتين عضل. احنا اصلا تلاقي الممرضه كده ناصحه، الممرضه ناصحه جدا. تمام؟ واقفه معاك بعد ما البيبي بينزل والبلاسينتا بتنزل تلاقيها وهي لوحدها كده والعين قاعده في بازيتو بوزيشن، تجيب الحقنه وتديها حقنه هنا. في رجليها من هنا كده، خلاص ده ميسارجين. تدي امبول ميسارجين. وتلاقي لوحدها كده جت راح تحط 10 وحدات في الايه؟ في المحلول، بس هي مش في بوست برطم، هي مش في بوست برطم، فهي بتديها بروفلاكتيك بس 10 وحدات كده من المحلول. اجهز لك كام قرص نسبك يا دكتور؟ اقول لها ده قرصين اثنين، انا مش عايز اكتر من كده. هو ده ايه؟ ده بروفلاكتيك من البوست برطم. ده بروفلاكتيك اللي احنا لسه كنا بنقول عليه دلوقتي في السيرد ستيج، ده الممرضه عارفه الكلام ده كله. طب عيانه دخلت اوريدي البوست برطم، ما انا عايز اوزن فلوس عشان اوقف القصه بتاعت البليل. تمام؟ بدل ما هو قرصين اخليهم خمسه، بدل ما هم 10 وحدات اخليهم 40، بدل ما هيقول واحد مسرجين اخليه امبولين. فهمنا القصة؟ هي ده بس عشان ده مانجمنت، ده مانجمنت، لكن التاني كان بروفلاكتيك. عندي كاربو بروست ده حقنة برضه خلاص، بس مش موجود قوي يعني، هم ما بيستخدموش قوي، هم أكتر ثلاثة بيستخدموهم دول. لما الموضوع بيفيل قوي أو الأدون اللي لسه شغال ما عديت الثلاث حاجات دول، بدي أمبول البابان. برغم إن البابان الصح يعني ليه ما يشتغلش مع الأوكسيتوسين. يعني ما ينفعش أدي ده مع ده، ليه؟ لأن هما نفس الريسبتور. فلما أدي أوكسيتوسين هيمسك في الريسبتورز بتاعته، ادي بابان مش هيشتغل. تمام؟ فهو الصح لو انت واحده مثلا عايز تريح دماغك، واحده انت عارف ان هي ريسك انها تخش في بوست بارتم هيموريدج، اديها امبول بابان اول ما ينزل، اول ما بيبي ينزل على طول البلاسينتا على طول. تمام؟ هو اقوى من الاوكسيتوسين 10 مرات. تمام؟ هو كاربيتوسين اقوى من الاوكسيتوسين 10 مرات. تمام؟ بس مشكلته لو اديته مع الاوكسيتوسين، تمام؟ هيشتغل على نفس الريسبتورز بتاعته، بس انا برضه حتى لو الاوكسيتوسين انا مديه وعينه بتنزل هديه برضه، انا هعمل ايه يعني؟ انا ما عنديش اوبشن، العيانه بتنزل. يبقى دي اللاين اوف مانجمنت بتاعت الاكبولكس بتاعتي، وهناخده برضه بالتفصيل لسه بعد كده، نعم كل واحد بيشتغل ازاي وايه السايد افكت بتاعته وايه الكومبليكيشن بتاعته والكلام ده كله. بس فهمنا لو واحده جات لك في نزيف دلوقتي بعد الولاده هديها الجرعات دي. طيب عملت مساج واكبولكس ولسه البليدنج مش شغال زي ما هو، اعمل ايه؟ اسم دكتور التخدير تعالى لي يعمل اكزام للجينيتال تراك اندر جينيرال انستيزيا. تمام؟ اتصل بدكتور التخدير قول له تعالى كده نيمني الحاله، نيمني الحاله عشان اعمل اكزام للجينيتال تراكت كويس احسن يكون في تير وانا مش شايفه. نيم لك الحاله وبصيت ما لقيتش فيه اي حاجه. تعمل ثالث خطوه باي مانيوال كومبريشن اوف جوتس. تروح مدخل ايدك، قافل ايدك كده ومدخلها في البوستيريور فاجينال فوركس من تحت، وبيديك الشمال
تحط ايدك ورا اليوترس من هو من الابدومينال خلاص ورا اليوترس خلاص وتقرب الاثنين من بعض من تحت من ايدك من تحت وايدك من فوق هتلاقي اليوترس بقى في بين ايدك الاثنين ما اليوترس عجينه اصلا وانس انت عملت لهم كومبريشن بين ايديك ده بيعمل كومبريشن لمكان البلاسينتا البنت مكان البلاسينتا ممكن يكون بيجيب فلما تعمل كومبريشن البليدنج يقف تفضل عامل كده ربع ساعه وتفك لقيت الدنيا هديت خلاص يبقى العيانه دي عايزه يكبرت كويس والعيانه دي هتنزل ان شاء الله ما هديتش الدنيا هتخش على اللاين اللي بعده يبقى البايمانو والكومبريشن ده بيتعمل ازاي بدخل ايديا اليمين خلاص البوستيرو فاجينال فورنس انا كده في الانتيرور في الانتيرور في الانتيرور بتاع اليوترس وبايديا الشمال في البوستيرور بتاع اليوترس واعمل كومبريشن للبلاسينتا البيت بالايديا الاثنين هقربهم ايديا الاثنين من بعض كده عملت كومبريشن مكان البلاسينتا البيت لو في ساينس او حاجه بتجيب تمسك تقف تمام ربع ساعه وابص لقيت الدنيا وقفت خلاص خير وبركه والعين دي خلاص الدنيا هتتظبط طيب الدنيا ما وقفتش اعمل ايه الكلام ده كله اللي بقول لك عنه برجونال دليفري بتعمل برجونال دليفري عشان هو بيلي تمام لا طبعا بس تكون نزلت بس تكون نزلت بس انت لو بلاسيتا ما نزلتش يبقى ده تندي بلاسيتا يبقى ده موضوع تاني اصلا تمام انا البلاسيتا نزلت وكل حاجه نزلت والبيبي نزل والبلاسيتا نزلت وبعد ما البلاسيتا نزلت بتحدث تمام هو ايه دي اليمين في البوستيرو فاجينال فورنكس من تحت تمام اه فاجينال فورنكس من تحت وايديا الشمال خلاص عامله كومبريشن دي لمكان البلاسيتا طيب عملت بايمانو كومبريشن ذا يوترس والدنيا ما جابتش اعمل ايه افتح بطن العيان افتح بطن العيان العيان دي كومبليت الفاميلي ولا نوت كومبليت الفاميلي فضل خمس ست مرات قبل كده وده البيبي السادس عم رايح دماغك بقى بقى راجع دماغ واعمل لها سبيس طب عيانه برايمي تعمل لها ستيرتومي انا بدوك السي فعش طبعا مالها تعمل ايه اول حاجه تعملها اربط الاوتراي يبقى لو نوت كومبليت الفاميلي اربط الاوتراي ربط الاوتراي وما جاش ابو الاوتراي مين قلنا ليه ربطت ابو الاوتراي ربط طابور ولسه بيجي دي حاجه اسمها ستيب وايز دي فاسكولاريزيشن بنعمل فيها ايه دي بنربط اوتراين على تو ليفل تحت وفوق وبنربط الاوفيريان كمان عند الانفانتيل روبيل يبقى الستيب وايز دي فاسكولاريزيشن دي بعمل ثلاث حاجات بربط الاوتراين على تو ليفل تحت وفوق تحت وفوق فوق اللي فوق تحت الانسجن وفوق الانسجن خلاص ادي رقم واحد يبقى بربط الاوتراين من تحت ومن فوق من تحت الانسجن ومن فوق الانسجن ثلاثه بربط الاوفيريان عند الانفضيبل بيلفيك ليجمنت تمام بربط الاوفيريان ارتري عشان اوقف كميه الدم دي اسمها ستيب وايز دي فاسكولار اصل انا واحده برايم دي واحده برايم دي يعني كارثه بالنسبه لي ان انا اعمل لها ستريت كارثه اصل انا كده خلاص خلاص عادي ما تنفضي خلاص مش هتعمل تاني تمام فانا بحاول بكل الطرق ان انا احافظ على اليوترس تمام يبقى الستيب وايز دي فاسكولاريزيشن ده بعمل فيه ايه بربط يوتراين على تو ليفل من تحت وفوق تمام تحت وفوق وبربط الاوفيريان تمام بربط الاوفيريان طيب عملت بايمانر كومبريشن اوف ذا يوترس قبل ما تفتح ولقيت الدنيا هديت شويه بس لسه في بليدنج هتفتح فتحت رحت عامل بايمانر كومبريشن بايدك انت بعد ما فتحت بقى خلاص اهو خلاص عملت كومبريشن انت جبت طلعت اليوترس ورحت عامل له بايمانر كومبريشن بايدك الاثنين بليدنج تمام بعد ما شفت ايدك نزل حاجه بسيطه طب وانا هفضل حاطط ايدي كده يعني ولا اعمل ايه؟ قال لك طب ما تعمل حاجه شبهها اعمل حاجه اسمها ديليتش اوبريشن ديليتش دي هي بالظبط البايمانال كومبريشن
يبقى ما تعملش بي لينش غير لما البايمرال كومبريشن يجيب معاك نتيجه. ما تبقاش بقى يعني ما ينفعش ان انا عملت بايمرال كومبريشن انا بتجيب هقول اعمل بي لينش. طب ما هي هي تمام، هي فكره البي لينش ان انا هعملها واقفل. تمام، بعمل البي لينش ازاي؟ عارفين الحملات؟ هي نفس القصه بالظبط. انا بجيب باخد غرزه من انتيرو تراينو خلاص واطلع بيها على الوول بتاع اليوترس الفانتوس وارجع من ورا برضه واشد جامد خلاص واخد غرزه واقفل كده. عملت ايه؟ كومبريس الانتيرو بروبوسيرو وول، باخدها من ناحيتين انتيرو وول واطلع كده اطلع كده اطلع كده اطلع كده خلاص واخيط من ورا، ونفس القصه اروح واخد غرزه من هنا واطلع كده على اليوترس واطلع على اليوترس نفسه خلاص واخيط من ورا خلاص اشد جامد واروح مخيط كده. انا عملت انتيرو وول بروبوسيرو وول كومبريشن، ده بيوقف لك الدي اسمها بي لينش اوبريشن. الصراحه عمليه تعبانه، عمليه كمان ما بتوقفش البريدنج بنسبه كبيره. انتوا عارفين لو اليوتراين بيوقف البريدنج بنسبه 90% لو اليوتراين ما وقفش غالبا الموضوع رايح غالبا. تمام، بس انا بقول لك على الطرق اللي ممكن تتعمل. انا بحاول انقذ عيانه برايمي من ان انا اعمل لها ستريكتومي. تمام، عملت لها ستيب وايز ديفاسكولاريزيشن، ربطت اليوتراين تحت وفوق وربطت اوفيريوم. تمام، بليدنج شغال، اعمل بلينش اوبريشن، اعمل بلينش اوبريشن. في ناس تقول لك حط تيوب خلاص، حط تيوب جوه اليوترس وسيبها. ايه التيوب دي؟ حاجه اسمها سانجستيكيان بلاكيمور تيوب خلاص، سانجستيكيان تيوب. سانجستيكيان تيوب دي بدخلها جوه اليوترس. اه تمام، بدخلها جوه اليوترس وانفخها من 100 خلاص 100 سم بلاد 100 سم فلويد سلايد. تمام، لما بتتنفخ البالونه ايه اللي هيحصل؟ هتعمل كومبريشن على مكان البلاسنتر سايت. تمام، واستنى ربع ساعه، لو البليدنج وقف بسيبها 24 ساعه واشيلها بعد 24 ساعه. تاني، يبقى انا بحط تمام سانجستيكيان تيوب تمام وانفخ صلاين، احط فيها صلاين، البالونه هتتنفخ. تمام، لما البالونه هتتنفخ هتملي اليوترس كله خلاص من 100 150 خلاص سي سي صلاين. تمام، هتتنفخ هتعمل لي كومبريشن على مكان البلاسنتر سايت ربع ساعه، بليدنج وقف خلاص سيبها 24 ساعه البالونه وهي منفوخه كده وشيلها بعد 24 ساعه. بشان لما حصل البليدنج ما وقفش بعد ربع ساعه عشان ملهاش لازمه خلاص، يبقى ادور على لاين تاني. تمام، يبقى كل دي ميثودز، كل دي طرق انا بحاول اوصل لك ان انا ما اشيلش اليوترس بتاع العيانه دي، ما اشيلش اليوترس بتاع العيانه دي. تمام، دي اسمها سانجستيكيان تيوب. يبقى حلوه برضه تسمعها، حلو اسمعها في الشفوي. سانجستيكيان تيوب دي خلاص بنفخها صلاين، تعمل تتنفخ، تعمل كومبريشن على مكان البلاسنتر خلاص بيت ربع ساعه، البليدنج وقف سيبها 24، ما وقفش شيلها. تمام، ودور على لاين اوف مانجمنت تاني. يبقى دي كل دي لاين اوف مانجمنت للاتومي، كل دي لاين اوف مانجمنت في الاتومي. يبقى انا لو جالي في الامتحان هتكلم كلمه على التروما، كلمه على الدي او سي، كلمه على التند بلاسنتا، ودخلت في الادوني اتكلمت عن المساج والايكوليس بتتاخد ازاي، اكزام الجنتال تراكت اندر جنرال اناستيزيا، عملت باي مانوال كومبريشن اوف زيوترس، ولو الباي مانوال كومبريشن اوف زيوترس تمام عملته وانا فاتح اليوترس والبليدنج ويف هعمل بلينش اوبريشن خلاص، بي لينش اوبريشن. يبقى البلينش اوبريشن بعملها لو الباي مانوال كومبريشن خلاص نجح ان هو يوقف البليدنج اصلا. واحده كومبليت فاميلي هيستريكتومي، نون كومبليت تراين التيرمال اريا هيستريكتومي. تمام، وقلنا البي لينش اوبريشن ممكن نعملها في حاله البايونيك كومبريشن نجحت. بالون هيدروستاتيك بريشر اللي هي السانجستيكيان تيوب ممكن بيعملوا حاجه اسمها بايلاترال تراين ارتري امبولايزيشن، دي بتعمل في القاهره على فكره قبل السكشن. دلوقتي السكشن في القاهره بيكلفكم بتاع مثلا 25000 ولا حاجه محترمه كده، 25000 جنيه. تمام، فيستاهل. يستاهل ليه بقى؟ يجيبوا دكتور اشعه قبل السكشن تمام، وبيحرق صبغه في الفيمورال تمام، وبيصور يوصل للتراين ويحرق جيت فوم، يحرق جيت فوم يروح للاثنين يوتراين يمين وشمال، يقفل الاثنين يوتراين يمين وشمال. تمام، افتح السكشن مفيش نقطه دم. تمام، نص ساعه ساعه ان الجيت فوم ده هيدوب. تمام، والعيانه ما خدتش ولا نقطه دم للالم يعني. يبقى العيانه دي خلاص دي اسمها بايلاترال يوتراين ارتري امبولايزيشن، بايلاترال يوتراين ارتري، ودي بنستخدمها حتى على فكره في المانجمنت بتاع الفايبرويد. بس الجيل فوم اللي بنحقنه بقى في الفايبرويد دايم، دايم ما بيجيبش. لما بقلل بلاد سبلاي رايح لليوترس بقلل بلاد سبلاي رايح للفايبرويد، فالفايبرويد ما بيكبرش. وده لاين اوف مانجمنت على فكره هناخده ان شاء الله في الحاجات الجديده بتاعت المانجمنت بتاع الفايبرويد، بايلاترال يوتراين ارتري امبولايزيشن. تمام، بيستخدموه دلوقتي قلت لك في السكشن قبل ما يفتحوا السكشن يحقنوا. بس طب قلت لك كل ولادك 25000 عادي.
انا بقول انا عندنا في البلد عندنا هناك في انا فاتح في قريه كمان مش فاتح في شبين فاتح في قريه تمام ممكن اولد اصلا واحده بوسطتين 1000 جنيه في قريه غير عند شبين الكوم 2000 ده يعني على فكره 2000 ده مش كتير بس فاكر ده 2000 ده لقيته تمام يبقى لاتوني تمام خلاص يلا خلاص يبقى لاتوني مساج ويبولتس انسان اندجان اساسيا بيوانا كومبلشن او تايوترس خلاص لو كومبليت انفامل هيستريكتومي تراين ارتر لايجيشن الدنيا هي ارتري تمام لايجيشن ممكن اوصل ان اعمل هيستريكتومي دي كل لاين اوف مانجمنت اللي موجوده في الدنيا كلها خلاص عشان اوقف بليدنج فاض عندها ايه تمام يبقى لو جالك الامتحان برايمري بوست بارتم لو جالك الامتحان برايمري بوست بارتم هيموريد واحد ديفينيشن ده بليدنج بريشرت تراكت تمام بعد الفيتال ديسنت تمام في الثيرد ستيج زائد الفيرست ليج اوف البريم ايه الشروط بتاعتي اكتر 300 سي الجنرال كونديشن الهيموجلوبين دروب اكتر من 10% من نسبته اللي داخله بيها قبل العمليه او قبل الولاده تمام اسبابي رقم 1 اكتر 2 جنازه 4 5 انفيرجن وزيوتروس انفيرجن وزيوتروس طب ايه اسباب الاتوني اوفر ديتنشن بروكن ليفر سيتيد ليفر سيتيديا انيميا انتي بارطا فايبرويد فول بلادر ريكتا ايتوباسيك واكسسيف اندكشن ومشاكل في اليوترس تمام دخلنا بعد كده قلنا الدايجنوزس هيستوري كوزس حسب الهيستوري هعرف منه السبب اكزامينيشن جنرالي انيميا شوك تمام ابدومينال اتكيت على بطن العيان لقيت هناك بيحصل جش وفاجينال بليدنج ادوني لقيت كونتراكت خلاص وفي فريش بلاد ده غالبا تروماتيك تمام اكزامين البلاسينتا والممبرين فور اني ريتندبار انفستيجيشن اوف دي اي سي تمام اكزامين الجنرال تراكت اوف اني لاسريشن طب المانجمنت بتاعي بروفلاكتيك واكتف بروفلاكتيك انتي ليه تفكير كويس طب في الدليفري فيرست وسكند وثيرد فيرست ستيج انستيزيا كويسه تمام انرجيستك كويس بلاش الكولكس كتير كاكويت البرادر والريكتال في السكند ستيج ما تستخدمش فورس بسوبيندوز عند فورس فايتال دايتيشن عشان ما يعورش السيرفكس ثيرد ستيج ادي الكولكس على طول بعد الولاده في بعد الدليفري اعمل اكزام الجينيتال تراك عشان يكون في اي لاسريشن وخياط طب الاكتف مانجمنت بتاعي لو تروما تير سيوتشر رابشر يوترس تريبيان او هيستريكتومي دي اي سي فريش بلوز بلازما فريش بلوز ترانسفيوجن كرايو بريسبتيز ريتنت بلاسينتا مساج وهي بول كنترول دو كونتراكشن مانوال سيبريشن اوف بلاسينتا طب الاتومي بالتفصيل مساج وهي بول وعرفنا ان البولس بيتاخد ازاي اكزامين جيدا تراكت اوف درجان اناسيسيا باي مانوال كومبريشن اوف يوترس تمام عرفنا البديل بتاعه او لو هو فعلا قدر يعمل كومبريشن وقت انا فاتح سيكشن مثلا والبليد والدنيا بتجيب عملت باي مانوال كومبريشن بليدنج وقف اعمل بليد لوج تمام اعمل بلينش ساعتها على طول تمام لو عينه كومبليت الفامي يعمل هيستريكتومي ترون ارتر ريجيشن الدنيا هي ارتر ريجيشن هيستريكتومي ستيب وايز دي فاسكولاريزيشن ده نوع من انواع الترون ارتري بس بربطه على تو ليفلز وبربط كمان الاوفيريان ارتري علشان اوقف كميه البليدنج على قد ما تمام في مشكله في البرايمري بوست بارتم ده تمام مهم جدا ده سؤال نظري بيجي كتير قوي وحتى في الكلينيك ليك انت تمام يعني انت شو هتشتغله هتعرف ان هو دي الحاجات اللي بتتعمل العيانه ممكن توصل بالاتوني مشكله الاتوني كمان ان الدكتور بريء منه الصراحه يعني في اسباب كتيره جدا سببها برايمري بوست بارتم ايتوباسيك عيانه كده انت يعني ما مالكش ذنب بيها وجايه لك بتولد خلاص ولدتها وفجاه نزيف انت ايه السبب انت هتعمل ايه يعني ممكن توصل للعيانه تعمل لها هيستريكتومي وللاسف للاسف تمام اهل العيانه مش مقدرين حاجه زي دي مش مقدرين ان في ايديوباسيك كوز ايديوباسيك يعني ما فيش من دون سبب العيانه دي حصل لها اتري بوست بارتم بدون اي سبب وانا ماليش ذنب فيه ما يمسكوا في الدكتور وعايزين تعويض وعايزين مش عارف ايه تمام وشكل الفلوس اللي الدكتور حوشه طول عمره هيدفعهم في التعويض تمام وبيحصل كتير الكلام ده خالص طيب دي من العشاء طيب ده البرايمري ده البرايمري بوست بارتم ده البرايمري بوست بارتم ناخد الريتند بلاسينتا موضوع سهل جدا امتى اقول على البلاسينتا بتاعت واحده اللي هي ريتين يعني بعد ما البيبي نزل
استنى قد ايه عشان اقول ان دي اند بلاسينتا؟ نص ساعه. يبقى فيلير اوف ديليفري بلاسينتا افتر ديليفري اوف زافيتاس بنص ساعه. يعني انا ولدت البيبي وقعدت نص ساعه مستني البلاسينتا تنزل ما بتنزلش، اقدر اقول عليها دلوقتي اند بلاسينتا. يبقى فيلير للدليفري بتاع البلاسينتا بعد نص ساعه من الدليفري بتاع الفيلير. الانسس فعل ريتند بلاسينتا نص في المية. الانسس فعل ريتند بلاسينتا نص في المية. طب ايه اسباب ريتند بلاسينتا؟ يبقى انا فهمت ان ريتند بلاسينتا ده فيلير اوف دليفري اوف بلاسينتا وزن هاف ان اور من الدليفري بتاع الفيتس. عديت نص ساعة بعد الدليفري بتاع الفيتس وانا مش عارف انزل البلاسينتا. انزلي يا ستي ما بتنزلش. تمام؟ البلاسينتا ما بتنزلش. طب ايه الاسباب؟ الانسس بتاعها نص في المية، ايه الاسباب؟ ممكن البلاسينتا تكون فصلت بس ما نزلتش. هي فصلت بس ما نزلتش. تمام؟ وممكن اصلا ما فصلتش. يبقى ممكن تكون البلاسينتا فصلت سيبريتد بس ما نزلتش. ايه اللي يخلي البلاسينتا تفصل وما تنزلش؟ هاتوا. هو خلي بالك اللي بيفصل البلاسينتا الكونتراكت واللي بينزلها كونتراكت. واحنا قلنا المره اللي فاتت البلاسينتا دي بتفصل ازاي اصلا؟ ايه الميكانيزم اوف دليفري بتاع الفصل البلاسينتا؟ ايوه اسمه ايه؟ اسمها ايه؟ شيرنج ميكانيزم. شيرنج ميكانيزم ايوه شيرنج ميكانيزم. قول لي ايه الشيرنج ميكانيزم ده؟ البلاسينتا ان الاستريك كانت كوب مع اليوتراين كونتراكشن اند ريتراكشن فبتروح فاصله. البلاسينتا ان الاستريك كانت كوب مع اليوتراين كونتراكشن اند ريتراكشن. اليوترس يطول ويقصر يطول ويقصر خلاص. فالبلاسينتا دي ان الاستريك كانت كوب مع اليوتراين كونتراكشن اند ريتراكشن فبتفصل. البلاسينتا بتفصل بكام طريقه؟ اثنين. يا تفصل من السنتر يا تفصل من البريفري الاول. دي اسمها شولتز ودي اسمها دونكان. دي الانسنس بتاعها 80% وده الانسنس بتاعها 20%. يبقى تاني شولتز ودونكان تمام. شولتز ده 80% تمام ودونكان ده 20%. ده بتفصل من البريفري وبعد كده من السنتر وتكمل بقيه البلاسينتا. لكن ده بيفصل من السنتر وبتنزل البلاسينتا على هيئه انفيرتد امبريلا. يعني هي بتفصل البلاسينتا من السنتر وبعد كده من البريفري وتنزل على هيئه انفيرتد امبريلا. قال لك ده احسن طبعا. ده بيسيب لك بليدنج اكتر او بيعمل لك بليدنج اكتر وممكن يعمل لك ريتيند بلاسينتا. يلا خدنا الميكانيزم بتاع الدليفري كمان. يبقى الشيرنج ميكانيزم تمام. الشيرنج ميكانيزم يعني بتنزع، يعني كان البلاسينتا بتنزع من مكانها بتنزع تطول الدراين كونتراكشن تمام. فالبلاسينتا دي ما بتقدرش تستحمل كده بتروح نازعه ونازله تمام. يا تفصل كده من السنتر يا تفصل من البريفري تمام. ده ليس بليدنج اند ريتيند بارت، ده مور بليدنج اند ريتيند بارت تمام. اعرف ازاي ان البلاسينتا فصلت؟ يبقى رقم واحد في جش اوف فاجينا بليدنج. ده لو ما نزلتش ولا ما نزلتش اعرف ازاي ان البلاسينتا بتنزل. ايه السيمتوم والساين اوف بلاسينتا سيباريشن اند ديسنت؟ ده مهم جدا سؤال شفوي. بيحصل صبرة بيوبيك بلش. ليه؟ ما البلاسينتا سابت فوق ونزل في اللور سيجمنت فبيحصل سوبر بوبيك بلجنج. يبقى جاش اوف فاجينال بليدنج. جه منين الجاش ده؟ من السيباريشن. من السيباريشن لما كان البلاسينتا هيجيب بليدنج تمام. سوبر بوبيك بلج لانها سابت الابر ونزلت فين؟ في اللور. طيب تمام. الونجيشن اوف ذا كورد. انا بعد ما البيبي بينزل بمسك الامبريكال كورد بتاع البلاسينتا بكوخر تمام. هلاقي الكوخر ده بينزل لتحت. طب بينزل لتحت ليه؟ عشان البلاسينتا بتنزل. يبقى الكورد بيطول يبقى بيحصل الونجيشن اوف ذا كورد. اربعه حاجه اسمها ستراسمان ساين.
استراسمان ساين دي. لو البلاسينتا نزلت بقت هنا يعني خلاص وعملت تابنج للفندس من فوق الكحل هيتحرك؟ لا لا صح ولا لا؟ طب يعني خلاص نزل. لكن لو البلاسينتا ماسكه في مكانها وعملت تابنج للفندس الكحل هيتحرك، دي اسمها استراسمان ساين. لو البلاسينتا نزلت تحت خالص واتخبطت الفندس من فوق انا كده ماليش علاقه بالبلاسينتا اصلا، من البلاسينتا نزلت. انا لما بعمل تابنج فوق مش هيوصل للكحل تحت لان انا ما خبطتش البلاسينتا اصلا. امال لو البلاسينتا ماسكه هنا والكحل ماسك فيها اهو وعملت تابنج للفندس من فوق الكحل ده هيتحرك لان هما الاثنين لسه ماسكين في بعض. تمام، دي اسمها ستراس مان ساين. لو عملت تابنج، عملت تابنج للفندس، تابنج للفندس والبلاسينتا حصل لها ديسنت، تمام، نوت ريتش للكوخر، مش هيوصل للكوخر، مش هيوصل التابنج ده للكوخر. ليه؟ لان انفصلت خلاص. تمام، لكن لو البلاسينتا لسه ماسكه في الفندس وانا خبطت على الفندس الكوخر هيتحرك من تحت. حد فاهم دي؟ سهله يعني، في حاجه. تمام، من فوق، من فوق، من فوق اهو البلاسينتا اهي. اول ما البلاسينتا بتفصل، اول ما البلاسينتا بتفصل مكان البلاسينتا نفسه بيجيب بليج، فتلاقي جشو فاجينال بليج. ادي واحد. تمام، اثنين، ما هو عشان البلاسينتا فصلت هتنزل لتحت فالكورد ده هتلاقيه بيطول. تمام، هيحصل كورد الونجيشن. دي هتنزل لتحت شويه فيحصل لي سوبرا بيبيك بلش. ليه؟ ما هي دي بقت في اللور روتينال سيجمنت. لو عملت تابنج للفندس من فوق عشان البلاسينتا نزلت تحت الكوخر ده مش هيتحرك. ليه مش هيتحرك؟ عشان البلاسينتا بقت تحت خلاص. لكن لو البلاسينتا فوق واتكيت خبطت من فوق كده الكوخر هيتحرك. تمام، دي اسمها ستراس مان ساين. الكوخر ده اللي بيمسك الكلامب اللي بيمسك الايه؟ الكورد بعد ما الايه؟ البلاسينتا بعد ما بوظت الكورد. هو المفروض البيبي لما بينزل تمام بيروح الامبليكال كورد. دلوقتي في امبليكال كورد ماسك في بطنه والامبليكال كورد الثاني في البلاسينتا. بمسك مقهورين اثنين كده في الامبليكال كورد واقص ما بينهم. كورد هيبقى حته كده ماسكه في البيبي خلاص، وانا بقص وانا بعمل كلامب ابعد عن الامبليكاس بتاعت البيبي 5 6 سم. ليه؟ عشان لو في كونجنتال امبليكال هيرنيا. لو في كونجنتال امبليكال هيرنيا تمام، ممكن وانا بعمل كلام عند الامبليكا بتاعت البيبي اعمل لها سترانجوليشن. تمام، فابعد عن بطن البيبي. تمام، ادي واحد. اثنين، احنا واحنا برضو بننزل الامبليكال كورد بعمل ميلكينج للكورد توورد البلاسينتا. تمام، ما تعملش الحركه دي في الار اتش انكومباتيبلتي. في الار اتش نيجاتيف هتزود البلط اللي مجهول لايه. يبقى الحاجات دي مهمه جدا برضو في الشفوي. تمام، يبقى ما تعملش ميلكينج للكورد في واحده ار اتش نيجاتيف، عشان كده هتزود كميه البلط. تمام، اللي هيتنقل من البيبي للام. تمام، و تمام ونقطع عشان ما تزودش برده، بس دي اهم يعني الحته دي اهم. تمام، وعملنا كلامب للكورد خلاص هنا وهنا. الكلامب بتاع الكورد بتاع البيبي خلاص بيروح بتاعه الاطفال بقى بتظبط البيبي، والكورد الثاني هيبقى ماسك في البلاسينتا. الكلامب الثاني هيبقى ماسك في البلاسينتا من هنا. انت ماسك خلاص بالكلامب من هنا وبتشد البلاسينتا عشان تنزل. تمام، يبقى انا كده برضو عرفت شويه معلومات عن قصه البلاسينتا. البلاسينتا دي بتفصل ازاي؟ عن طريق شيرنج ميكانيزم. بتفصل بكام طريقه؟ بطريقتين، شولتز وكانت 80 دي 20%. عرفت دي احسن من دي عشان دي لسه بتند برضو ليس بليدنج، دي مور ريتند برضو مور بليدنج. عرفت ازاي اعرف اصلا البلاسينتا بتنزل وقت خلاص الدليفري؟ جاش وفاجينال بليدنج، سوبرا بيوريك بولت، الونجيشن اوف ذا كورد، وستراس مان ساين. نرجع تاني للكوز بتاعت بتند البلاسينتا. قلنا ممكن يكون البلاسينتا فصلت وما نزلتش. تمام، وممكن يكون تمام البلاسينتا اصلا ما فصلتش. طيب فصلت وما نزلتش، هاتوا لي ايه ده؟ ابشر يوترس. يوترس رابشر والبلاسينتا طلعت اصلا بره. تمام، تيجي تنزلها هي فصلت بس مش هتنزل. هتنزل ازاي؟ يبقى رقم اثنين رابشر يوترس. رابشر يوترس ايه ده؟ كونستريكتنج رينج. كونستريكتنج رينج، ايه الكونستريكتنج رينج دي؟ تلاقي البلاسينتا فصلت ووقفت هنا كده. ايه السبب دي؟ ايه سبب القصه دي؟ في فرق على فكره بين ريتراكتنج رينج وكونستريكتنج رينج. في حاجه اسمها باثولوجيكال ريتراكتنج رينج اوف باندل. باثولوجيكال ريتراكتنج رينج اوف باندل دي هو الطبيعي اصلا بتوين الابر عند اللور جراند سيجمنت في حاجه اسمها فيسيولوجيكال رينج.
الرينج دي لا بتتشاف ولا بتتحس. يبقى طبيعي طبيعي بين الابر واللور تراين سيجمنت في فيسيولوجيكال رينج نوت بالبابول ونوت سي لا بتتشاف ولا بتتحس. لو حصل اوستراكتد ليفر بتتشاف وبتتحس تمام. ليه؟ ما هو اليوترس من فوق هيكونستراكت جامد ومن تحت اليوترس هيحصل له دايلتيشن جامد. تبتدي الرينج اللي نوت بالبابول اند نوت سي دي تبتدي تبان. دي ساعتها اسمها باثولوجيكال رينج واللي اكتشف الموضوع ده اسمه باندل فسماه باسمه باثولوجيكال رينج وباندل. امال دي كونستريكتنج رينج دي عمرها ما هتتشاف لان دي من جوه اليوترس نفسه. دي من اليوترس من بره بتوين الابر واللور. لكن دي من الماسل بتاع اليوترس من جوه. حصل ايه؟ اديت مال يوزف اكبولكس اديت اكبولكس بكميه كبيره فاليوترس زي قفش كده اليوترس قفل. حصل كونتراكشن للسموث ماسل بتاعت اليوترس الماسل بتاعتي حصل لها كونتراكشن فعملت لي زي انيورال سبازم في الماسل بتاعت اليوترس من جوه فعملت لي كونستريكتنج رينج. يبقى فهمنا الفرق بين دي ودي. دي تبقى موجود على اليوترس من بره كانت فيسيولوجيكال وقلبت باثولوجيكال نتيجه اوبستراكتد ليفر. لكن دي من جوه اليوترس من جوه اليوترس حصل ما يوسف بولك فحصل انيولار سباز للسيركل المصر فايبر بتاعه اليوترس فعملت لي القصه دي تمام. دي اسمها ودي ما بتتشافش طبعا من بطن استحاله تتشاف ازاي دي جوه اليوترس جوه المايوميتريا بتاع اليوترس. لكن دي من بره خالص انت ممكن تشوفها وتحسها لو حصل اوبستراكتد ليفر. دي علاجها ادي اي حاجه تريح اللبسه مصر اللبسه. لكن دي اوبستراكتد ليفر سيزيريا تسيبش عشان تبقى فيه وسط تمام. الكونستريكتنج رينج دي ممكن تخش راس الكونتراكشن بلاسيتا اللي هي ان هي تنزل يبقى اتوني او رابشر يوترس او ريتيندنج الكونستريكتنج رينج. دي اسمها باثولوجيكال رينج وبانتريز. طيب تاني يبقى ريتيند بلاسنتا يعني ايه؟ فيلير للدليفري بتاع البلاسنتا ويز هاف ان اور من الدليفري بتاع الفيتوس. الانسس بتاعي نص في المية. ازاي البلاسنتا بتفصل؟ بلاسنتا يعني الاستيك كانت تكون مع الكونتراكشن اند ديستراكشن باي شيرنج ميكانيزم بتفصل شولتز ودانكان شولتز سنتر بتاع الشطر بتاع البلاسنتا تنزل على هيئه الفيرتد امبريلا ليس بليدنج اند ليس ريتيند بار. لكن دي بتفصل من البريفري مور بليدنج اند مور ريتيند بار. اعرف ازاي البلاسنتا فصلت؟ جاشو فاجينا البليدنج سوبرا بيبك بولج ريجيشن اوف ذا كورد وستراس مان ساين وفهمنا بتتعمل ازاي. طب الكوزز بتاعت الريتين البلاسنتا سيبريتد ونوت سيبريتد. بلاسنتا فصلت بس ما بتنزلش اتوني رابشر يوترس او كولستريكتنج رينج. طب نوت سيبريتد من الاصل واحد قبل الكلام ده خالص ده لسه قايلين اهو اتوني هو ايه اللي بيفصل البلاسنتا الاتوني خلاص. يبقى نوت سيبريتد نوت سيبريتد خلاص. يبقى ده الاتوني او ادهيشنز. في ادهيشنز بتوين البلاسنتا والاندوميتريوم. قبل ما نقسم الاكريتا ومش الاكريتا والكلام انا عندي كام طيب من التايبس بتاعت الادهيشنز؟ انا بتكلم عن التايبس بتاعت الادهيشنز. ادي الادهيشنز عندي يا سمبل يا موربيد. سمبل ادهيشن يعني يعني البلاسنتا حجمها كبير شويه. حجمها كبير في حاله ايه؟ ارتشن كومبتابيلتي فمكبره حجم البلاسنتا فمع اليوترين كونتراكشن مش قادر تفصله تمام. انت بتخش تعمل انت كنترول كونتراكشن او مانوال سيبريشن بتفصل معاك. يبقى السمبل ادهيشن دي بس سببها زياده السايز اوف بلاسنتا. امال الموربيد؟ لا دي لازقه ما بتفكش. الموربد لازقه ما بتفكش. ففي ناس قسمتها اكوردنج لايه؟ واحد اكوردنج للديجري اوف الانفيجن. قد ايه من البلاسنتا لازق جوه المايوتري. واحد تاني قسمها قد ايه من البلاسنتا هل البلاسنتا كلها لازقه ولا جزء منها بس؟
تمام؟ قد ايه برضه في البلاسنتا لازق جوه. يبقى واحد قسمها اكوردنج للديجري اوف الانفيجن اللي احنا خدناها المره اللي فاتت في البلاسنتا بريفيا، اللي انا قلت لك ممكن تبقى اكريتا وممكن تبقى انكريتا وممكن تبقى انكريتا. اكريتا حصل انفيجن لاقل من نص الميومتر، انكريتا اكتر من نص، بالكريتا حصل بالفوريشن ممكن يوصل للبلاسنتا. يبقى اقل من 50% اكتر من 50% حصل بالفوريشن. طب اكوردنج لقد ايه من البلاسنتا لزق؟ قال لك في بارشيال فوكال توتال، يعني جزء كل البلاسنتا لازم ما بتفصلش، ده توتال تمام. بارشيال خلاص نص البلاسنتا فاصل والنص ايه ماسك، فوكال جزء بسيط من البلاسنتا هو اللي ماسك والباقي كله فاصل. في واحد قسمها اكوردنج كده، في واحد تاني قسمها تقسيمه تانيه اكوردنج للكوزز، ايه اللي خلى اصلا البلاسنتا تلزق في الاندوميتريوم وما تفصلش؟ واحد قال لك البلاسنتا بريفيا، واحد قال لك لو في كونجنيتال ابسنس اوف نوتا باخ لاير، وايه اللاير دي؟ الميوكوبوليساكرايد لاير اللي كان بيقف عندها الباور اوف انفيجن بتاع التروفوبلاست، فاكرينها؟ تمام؟ يبقى كونجنيتال ابسنس وفي نوتا باخ لاير. ثلاثة لو حصل امبلانتيشن للبلاسنتا على سكار أو سيبتم أو فايبرويد، وأنا لسه قايل لكم حالا في الأكسيدنتال هيموراج إن ممكن يا تحصل لو امبلانتد على ستة أو سكار ما تلزقش قوي أو تلزق جامد. تمام؟ يبقى كوزز، يبقى في موربيد أديشن دي اتقسمت، واحد قسمها اكوردنج للديجري اوف انفيجن، اكوردنج للقد ايه من البلاسنتا لازق، واكوردنج للكوزز. بلاسنتا بريفيا كونجيتال ابسس اوف لاير بتاعت النطبخ، ولو بلاسنتا امبلانتد على سكار او سيبتم او فايبرويد. يبقى الكوزز تاني سيباريتد ونوت سيباريتد. نوت سيباريتد تمام دي اديشن من اللي اديشنز واتوم. طب سيباريتد فصلت بس مش قادره تنزل، اتوم ارشر يوترس كونستريكتنج رينج كونستريكتنج رينج. طيب نوت سيباريتد يا اتوني يا ادهيشن، عندي كام نوع من الادهيشن؟ اثنين، يا سيمبل يا موربد. سيمبل زود اي حاجه توصل قبل الاساس. طب موربد لا اكوردنج لديك جريتا جريتا بجريتا برضه بوشر فوكال توتال كوزس براسيتا بريتيا كوتشيرا بزون اسكار او سيتو فايبر، دي غالبا بتوصل لهستريكتو لكن دي هتفصل ما فيهاش مشاكل. تمام؟ طب ايه كريتيكال بيكشر بتاعت العينه دي؟ واحد الديفينيشن فيلير اوف ديليفري اوف بلاسنتا وذ هاف ان اور ديليفري بتاعك. تمام؟ العينه هتبقى فيه بليدنج كتير، انا بفصل بلاسنتا ما بتفصلش. والله لو كومبليت، طيب لو كومبليت لو لازقه كلها، لو لازقه كل البلاسنتا توتال لازقه يبقى البليدنج قليل. هو ما فيش مكان اصلا. لو بارشال هيبقى كتير، جزء ماسك وجزء فاصل. يبقى العينه دي كلينيكال بيكشر ديفينيشن فيلير اوف ديليفري اوف بلاسنتا وذن هاف ان اور من الديليفري بتاع الفيل زائد بليدنج. والله البليدنج ده في حاله لو هي توتال ماسكه توتالي جوه الاندوميتريوم هيبقى قليل، لكن لو بارشال هيبقى كتير. والبليدنج هيدخلك في اتوني. تمام؟ والبليدنج هيدخلك في اتوني. تمام؟ ممكن انت تعمل ابدومينال اكزامينشن تلاقي اليوترس لاكس، يبقى انت عرفت السبب بتاع اللي تدي البلاسنتا ايه؟ اتوني. يبقى انت لو عملت ابدومينال اكزامينشن تلاقي تحت ايدك خلاص اليوترس مريح، يبقى ده اتوني، والاتوني عامل ريتند بلاسنتا مش قادره تفصل. تمام؟ مش قادره تفصل. طيب ايه الكومبليكيشن بتاعت الريتند بلاسنتا؟ ايه اللي هيحصل يعني لو حصل جزء من البلاسنتا ان هو ريتند؟ اولا ذا موست كومن كوز اوف سكندري بوست بارتم هيموراج از ريتند بلاسنتا. يبقى ده اول سبب اصلا للسكندري بوست بارتم هيموراج. يبقى ذا موست كومن كوز اوف سكندري بوست بارتم هيموريدج اول سبب ايريتيند بلاسنتا. طيب يبقى ممكن يدخل عيانه في سكندري بوست بارتم هيموريدج انفكشن رهيبه وبربرال سيبسس، انا سايب جزء من البلاسنتا جوه انفكشن وبربرال سيبسس سب انفوليوشن اوف ذا يوترس، صح؟ اليوترس ما يرجعش حجمه الطبيعي، سب انفوليوشن اوف يوترس. ممكن شويه البلاسنتا البارتم يتجمعوا ويعملوا لي حاجه زي بولينج،
ممكن الجزء بتاع البلاسينتا ده اللي بلغنا انتوا يعملوا كوليو كارسينوما وكل ده وين وكومبليكيشن من المانجمنت اللي هنعمله دلوقتي ده اناسيزيا هنعمل معانا اندوجينال اناسيزيا فممكن تكتب كومبليكيشن من الاناسيزيا يبقى كومبليكيشن بتاع البوست بارتم سكندري بوست بارتم انفيكشن بيربر سيبتس سام انفيكشن زي اوترا ممكن يعمل لك بولي ممكن يعمل لك كوليو كارسينوما كل دي كومبليكيشن ممكن تحصل تمام طيب ايه المانجمنت ده ما هو انت دلوقتي عندك زي تيشو زي تروفوبلاست مع اي بريديسبوزنج فاكتور خلاص العينه دي ممكن تقلب كوليو كارسينوما اصل هي كوليو كارسينوما دي مش لازم تحصل على السيلولار مول بس مش لازم ممكن تحصل بعد نورمال دليفري تمام يعني ممكن تحصل بعد نورمال دليفري وهناخدها ان شاء الله في كوليو كارسينوما تمام بس هي مينلي بعد السيلولار مول بس ممكن تحصل بعد التوبيت ممكن تحصل بعد نورمال دليفري عادي جدا ايه المانجمنت بتاع الريتيد بلاسيتا دلوقتي انت اتعرضت بتولد عيانه ولا كده تمام والدنيا زي الفل والبلاسيتا ما بتفصلش تعمل تمام ومساج زائد اكبر اي طبعا اي عيانه عندها بليدنج جامد لازم تعمل مساج واكبرس طبعا انت مساج واكبرس ما فصلتش تعمل حاجه اسمها كنترول كورد فراكشن اللي هي بين قوسين براندد اندراوس اسود مهم جدا الاسم ده كنترول ذا كورد فراكشن او براندد اندراوس اسود يبقى هنعمل مساج ويكبولكس فين المساج والايكبولكس ان هم ينزلوا البلاسينتا كنترول ذا كورد فراكشن بعمله ازاي؟ ايديا الشمال ايديا الشمال على بطن العينه بتعمل بوش لليوترس فوق ما انت حاسس اليوترس بايدك اهو خلاص بتعمل بوش لليوترس بايدك الشمال لفوق وايديك اليمين بتعمل ايه؟ بتشد البلاسينتا لتحت طب انت بتعمل كده ليه؟ عشان كده كمان انت ليه بتعمل كده؟ اضغط عشان انت لو شديت هيحصل انفيرجن وده من اهم اسباب الانفيرجن تاني ادي اليوترس بتاع العينه اهو تمام وادي الكلام ده اهو انت ماسك بالكلام ده تمسك الكلام بشيلك اليمين وتشد لتحت ما انت عايز تفصل بس لو شديت لتحت كده من غير ما تعمل سبورت لليوترس بايدك اليمين هتلاقي اليوترس حالك منك عامل زي الشراب ونازل الفيرجن امال بتعمل ايه؟ بايديك الشمال بتعمل بوش لليوترس فوق بايدك الشمال وبايدك اليمين بتشد تمام فبتعمل كده سبورت لليوترس عشان ما يقلبش منك وبتشد لتحت يبقى دي اسمها كنترول دو كورد تراكشن او براندد اندراوس ميثود يبقى كنترول دو كورد تراكشن او براندد اندراوس ميثود تمام بعمل بوش لليوترس بايديا الشمال وبعمل تراكشن للكورد بايدي اليمين فهمناها دي سهله تمام علشان امنع الانفيرجن بتاع اليوترس اتصل بدكتور التخدير قول له تعالى لي ونجيب العيانة اندرجينا اناسيزيا اناسيزيا لودر ايفاكويشن كومبليت اسيبسس وتخش دخلت والله وقال ببص يعني هو قال لك ايه وارد تلاقي كولستكتنج رينج فتريح معاك رفشه اليوترس بس طبعا انت هتشوفه كلينيكال ديكشن تمام مش انت لسه مستني تنام اندرجينا اناسيزيا عشان تكتشف كده يعني تمام طيب نايمت اندرجينا اناسيزيا ودخلت ايدك وصلت لغايه المارجن بتاع البلاسينتا بعدين تعمل ايه؟ تفضل انت تفصل البلاسينتا تمام بايدك يقول لك السوينج مانر زي المنشور حط البلاسينتا كلها خلاص وحط الايد الثانيه تفضل ايدك كده تمام؟ يبقى الجنرال اناسيزيا دي مانيوال سيباريشن اوف بلاسينتا بايدك اليمين بتدخل لغايه ما توصل للمارجن بتاع البلاسينتا بتفصل المارجن بتاع البلاسينتا باي سوينج مانر بتفصل كانك بالظبط ايدك بالمنشور تفضل تفصل لغايه ما تفصل البلاسينتا كلها بس خلي بالك ان دي مش هتتعمل غير في السيم القديم يعني لو في اكريتا او انكريتا او بركريتا والكلام ده والله لو حلمت ما تصدقش مش هينفع اصلا لان الموربد هتفضل لازقه مهما تعمل الموربد علاج الهستريكتومي
يعني لو دخلت عملت مانوال سيباريشن وما عرفتش يبقى ده موربل اديشنز يبقى تعمل هيستريكتو. تمام؟ يبقى العيانه دي في ميل دي مساج وين بولكس كنترول دو كورد تراكشن اوف براندن اندراوس ميثود، عرفنا بتتعمل ازاي بايدك الشمال بوش اليوترس من فوق بايدك اليمين تراكشن للكورد. جنرال انستيزيا مانوال سيباريشن اوف بلاسينتا. تمام؟ لو موربل هتعمل هيستريكتو. قال لك بقى لو اتسالت في الشفوي طبعا ده كلام خرافي، لو واحده برايمي صغيره في السن تمام مش عايز تعمل لها هيستريكتومي، قال لك خش قطع من البلاسينتا على قد ما تقدر بيس مين نكروزس، يعني تقطعها منها على قد ما تقدر، تديها انتي بايوتيك وميزوتريكسيت على اساس ان الدوائي يعني هتتحلل. طبعا ده كلام فاضي. تمام؟ ما نذكرش غير لو اتسالت فيه. تمام؟ يبقى مساج تمام بتقطع البلاسينتا على قد ما تقدر بيس مين نكروزس، تمام تاخد البلاسينتا على قد ما تقدر وتدي انتي بايوتيك وميزوتريكسيت. ان ايه يعني؟ ان الجزء بتاع البلاسينتا مش هيجيب بليدنج وهيفضل ماسك وهيتحلل لوحده بالوقت. تمام؟ ده كلام طبعا خرافي. يبقى ده الريتيند بلاسينتا. يبقى الريتيند بلاسينتا تاني ايه الديفينيشن بتاعه؟ فيلير دليفري بلاسينتا ويز هاف ان اور من الدليفري بتاع الفيتس. انسنس بتاعه نص في المية. تمام؟ ايه الايديولوجي؟ سيباريتد يا اما نون سيباريتد. سيباريتد وما نزلتش سببها ابشر يوترس كونستريكتنج ريك. تمام؟ اتوني ابشر يوترس كونستريكتنج ريك. طب نون سيباريتد ادهيشنز او ادهيشنز، عندي كام نوع من انواع الادهيشنز؟ اثنين سيمبل وموربد. سيمبل يعني ايه؟ يعني كبيره بلاستيكه كبيره شويه ما بتنزلش. امال الموربد بتقسمها ثلاث تقسيمات اكوردنج للديجري اوف انفيجن، اكوردنج لقد ايه من البلاسينتا لاصق، اكوردنج للكوزز اكريتا انكريتا بالكريتا بارشال فوكال توتال. تمام؟ رقم ثلاثه اكوردنج للكوز بلاسينتا بريفيا كونجيتال اكسس اوف لير بتاعت النوطه ضغط لو البلاسينتا امبرانتا على سيرتا او سكار او فايبرولي. ايه الكلينيكا بيكشر بتاعت العينه دي؟ ديفينيشن خلاص فيلير بتاعت البلاسينتا بتاع الهافر هو بتاعت الفيكس. تمام؟ تلاقي في بليدنج لو هي بالذات فوكال او بارشل، لو توت هتلاقي بليدنج قليل شويه. لو اتكيت على بطن العينه ممكن تعرف السبب بترايت اتوم هو ده يكون السبب. كومبليكيشن سكندري بوست بارتم فيربرال سيبسيس كوريو كارسينوما سب ايفولوشن اوف ذا يوترس كل دي كومبليكيشن بولن كل دي كومبليكيشن كونتاكس. طب ايه المانجمنت بتاعي؟ مساج زائد البولكس كنترول تو كورد دراكشن براند ادراس ميثود. تمام؟ جنرال انستيزيا واعمل مانوال سيبريشن اوف بلاسينتا فيل استريكتومي يعني غالبا مور بيد اديشن مش هتفصل هتعمل لها استريكتومي عشان العينه دي مش هتفصل. خد نفس كده دقيقتين كده. انتوا عارفين في الادوني اليوترس بيوصل له قد ايه اصلا بلاطه في الدقيقه؟ وقت القوات البريجن وقت الليبر وقت الليبر قد ايه اصلا بيوصل دم لليوترس وقت الليبر؟ اليوترس بيوصل له 600 مللي في الدقيقه. 600 مللي في الدقيقه 600 سي سي بلط في الدقيقه الواحده. يعني ممكن العيان دي لو دخلت في اتوني مستمر خمس ست دقائق تتصفى وتموت. 600 مللي بالدقيقة. تمام؟ 600 مللي بالدقيقة. هو أصلاً عشان الأتوني ما يحصلش، عشان الأتوني أصلاً ما يحصلش، محتاج يوترس كونتراكت وكلودنج فاكتور موجودة. عشان كده الشغل الشاغل لينا في الأتوني إن أنا أظبط دول. أدي إكبولكس عشان يوترس يكونتراكت وأعوض العينة ببلاصد عشان الكلودنج فاكتور يشتغل. يعني في الادوني دول اهم حاجه خلاص اعوض العينه بالبولكس وادي العينه بلط عشان اعوض لها قصه الكروتين. خمس دقائق بالظبط هبتدي ناخد ربشه اليوترس ونمشي. ماشي المواعيد بتاعتكم التلاتة اخبارها ايه؟ ناخد التلاتة امتى يعني؟ 12 و
وراجع تنسى؟ تعالوا راجعوها هنا. ما انا براجع لكم بقى عندي ايه؟ نعمل اسم ايه؟ جرات؟ وانتوا عندكم في الامتحان جرات؟ جرات ايه؟ تجيبوا لكم ايه يعني؟ ايه كمان؟ توينز؟ توينز ازاي يعني؟ نعم الكلام ده ممكن مين يتلخبط فيه يعني؟ يعني جاي لكم عيلين يقول لكم دول ايه؟ يعني نظر يعني. لو طبعا نظر. نتعرف عليها ونسأل عليها.